ينعقد هذه الدورة الاستثنائية بين المملكة المغربية تجديد العلاقة التي تم ربطها مع الفوبريل منذ سنة 2014 والتي كانت دائما تعقد اجتماعاتها بشكل دوري في المملكة المغربية أو في إحدى الدول الأعضاء. مجموعة من التحديات المطروحة أمامنا واخترنا باتفاق مع جميع السادة الرؤساء لمعالجة قضيتين كبيرتين. القضية الأولى هي قضية الهجرة والتي تعرف عدة تدخلات وتعقيدات نظرا لنتيجة الأزمة الكوفيد، كذلك النتيجة ديال واحد المجموعة الأزمات. والنقطة الثانية هي الطاقات المتجددة، خاصة ما يعيشه العالم اليوم من ارتفاع أسعار الطاقات التقليدية، فالبحث عن بدائل كان لابد أنه يكون محط نقاش داخل هذه الدورة. هناك اتفاقية هي تجديد للاتفاقيات التي سبق وأن وقعها البرلمان المغربي مع المنتدى، هي تجديد لهذه العلاقة والحرص على تقدم في خطوات إيجابية بين الشعوب وتوطيد العلاقة جنوب جنوب. ولن نحن نعقد اليوم احد دورات الفوبريل واللي هو منتدى رئيسات ورؤساء امريكا الوسطى والكاريب والمكسيك، وتنعقد في اطار هذه الديناميه المشتركه بين البرلمان المغربي ودول امريكا اللاتينيه بصفه عامه، وهذه الديناميه النابعه من اراده ديال جلاله الملك فيما يخص تعاون جنوب جنوب، ومن كذلك العمل اللي يقوم به البرلمان المغربي في تدعيم الدبلوماسيه الموازيه. واعتقد بان انعقاد هذه الدوره في هذه الظرفيه هو تاكيد كذلك على الدور اللي يلعبه البرلمان المغربي فيما يخص تعاون جنوب جنوب، ونحن اليوم نرسي كذلك احد اللبنات الاساسيه في هذا التعاون، وهو احتضان هذا المنتدى رئيسات ورؤساء هذه المنطقة التي نسعى إلى تعزيز التعاون معها، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي أو فيما يخص كذلك الآراء المشتركة في المحافل الدولية التي يكون البرلمانات ممثلة فيها. نحن اليوم جد سعداء وسعادتنا أكثر بذلك التتويج الذي أقره هذا المنتدى البرلماني المهم جدا لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واعتقد بأنه هذا التتويج كذلك هو يدخل كذلك في إطار الاعتراف الدولي الذي يحظى به جلالة الملك محمد السادس فيما يخص القضايا العادلة الإنسانية، فيما يخص السلم، فيما يخص التعاون، فيما يخص الأمور التي يرى جلالته على أنها مهمة بالنسبة للعالم في هذه اللحظات الحرجة وفي اللحظات العادية. Con la que nos han recibido en este foro. Recién hemos iniciado reuniones por la invitación que ustedes nos han hecho. Esperamos el poder con este tipo de reuniones en donde estamos los presidentes de los congresos, de las asambleas de nuestros países, estrechar aún más los lazos que nos unen con este pueblo, con este hermoso país. No queda más que agradecerles y pues estamos muy contentos de estar acá, siempre haciéndoles la invitación también a ustedes como el pueblo, como pueblo de Marruecos, para que también estén visitando también nuestros países, que para nosotros eso es también muy, muy importante. Un saludo muy especial y muy fraterno desde la Asamblea Legislativa de El Salvador. Quiero aprovecharlo también al rey, a su majestad el rey Mohamed VI, que Dios lo asista, para que por todas las gratitudes y por todo el recibimiento que nos han dado como país. Muchísimas gracias, amigos marroquíes. Para nosotros es un honor que el Reino de Marruecos, a través del Parlamento, haya llegado a Foprel en el año 2014 por una gestión que hizo, y debo reconocer al presidente Rachid y a la ex vicepresidenta en ese entonces, doña Kenza El Galí, actual embajadora de Marruecos en Chile. El día de hoy firmaremos un convenio para fortalecer las relaciones y entrarle a temas comunes
temas como es que nuestros países deben de salir de la pandemia, que las oportunidades en la educación, una ley nueva de educación, como bien sabemos, muchos niños no tuvieron acceso a la educación virtual. El tema del cambio climático sigue siendo vigente, pero ya bajo otra perspectiva, la seguridad alimentaria. Y especialmente vamos a trabajar en forma conjunta el tema de migración, desde diferentes ópticas. Y nuevamente, pues, agradecer que después de 5 años nos encontramos nuevamente y con resultados positivos para nuestros conciudadanos. Juntos.